ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم بنوفل فيديو راح نديرو فيها كيكة الشوكولاتة اقتصادية وبدون شوكولاتة. نحتاجو فيها كأس فارينة، نصف كأس حليب، نصف كأس سكر، نصف كأس زيت، بيضتين، معلقتين كاكاو، خميرة كيميائية. نبدأ نحطو هذوك البيضتين، ونبدأ نخلطو حتى يبيض النار خالط. نبداو نضيفو في السكر بالتدريج، نجيو باش نضيفو الزيت، نجيبو هداك الحليب نكبوه ونواصلوا في الخلط. نجيبوا هذاك الكاكاو نبداو نغربلو فيه، نغربلو كامل الكمية. نجيبو هداك الكأس تاع الفارينة ونزيدو عليه خميرة كيميائية ونغربلوهم، وندخلو هديك الفارينة مليح في الخليط تاعنا، نجيبو ان بلا اللي كنا دهناه بالزبدة والفارينة، ونجيبو باش نفرغو الخليط تاعنا فيه. نجيو باش نقوم بهاد الحركة، وندخلوه للفرن يكون ساخن من قبل، ونرجعو معاكم. نمشيو باش نحضرو صلصة الشوكولاتة اللي نحتاجو فيها نصف كأس حليب، نصف كأس زيت، ونصف كأس سكر، وملعقتين كاكاو، والبغا ميكسور. نبداو نحطو كامل هدوك المكونات، لازم يكونوا نفس المقدار. نخلطوهم شوية بالعلقة، نجيبو البغا ميكسور تاعنا ونخلطو، نخلطو مليح حتى يبدا يعقد لنا الخليط تاعنا. بعد ما كملت الخلط شوفوا كيفاش جا، شوفوا القوام تاعو يجي متماسك. هاد الصلصة بزاف بنينة. وبعد ما طابت لي الكيكة تاعي نجيو باش نزينوها، شوفوا كيفاش تجي اسفنجية. هاي الصلصة اللي كنا حضرناها مع بعض، ونزينو بشوية كريم شانتيي مخففة، نكبو هداك الخليط فوق الكيكة.
ونمشيوها كامل فوق الكيكة تاعنا. نجيبو هذيك الكريم شانتيي مع الكاكاو المخففه، نبداو نزينو بخطوط، وتزيين يبقى اختياري دائما. زينوها بالشكل اللي حبيتو، زينها ونتلاقاو في صحن التقديم. نخليوها تبرد ونرجعو. ها هي الكيكة تاعي بعد ما بردت وقطعتها، شوفوا كيفاش تجي، الشكل تاعها يجي جميل. جربوها البنات، ان شاء الله تنجح معاكم. شوفوا تجي طرية. اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس. إلى فيديو آخر إن شاء الله.